اهلا بكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي ليله، وان شاء الله دايما الرياده تكون من نصيب النادي الاهلي، والنادي الاهلي دايما في الرياده زي ما قال العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي. كل الشكر لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، كل الشكر ليهم على الفتره اللي فاتت، فتره صعبه جدا، مش عايز كل شويه اقعد افكركم، لكن فتره كانت صعبه جدا. ان شاء الله اللي جاي يكون احسن ويكون اهون بكتير من حجم الضغوطات اللي تعرض ليها النادي الاهلي كاملا كاملا. ارحب بالزميله الاعلاميه دينا سكر منور الدنيا. حضرتك يا كابتن، عامله ايه؟ انا كله تمام الحمد لله. متاخره ليه؟ انا مش عارف. يعني انت عامله حاله على السوشيال ميديا، حاله جميله جدا، ربنا يخليك. يا رب. كلميني على الانستجرام اكتر، على الفيسبوك اكتر، على انا انستجراماتيه اكتر يعني. بقدم فيديوهات عشان اعلم البنات كل حاجه خاصه بالكوره، عشان ما حدش يجي يقول لنا البنات ياس، عشان ما حدش يجي يقول عايزين ندخل في كل حاجه. انا بحبها يعني. يعني بنحبها وبتقولوا لنا احنا بتوع المطبخ ومالناش في الكوره، فانا عشان ما تقالش الكلمه دي فبعمل برنامج اسمه سنه اولى كوره على اليوتيوب. البرنامج هدفه ان البنات تفهم كل حاجه، المصطلحات اللي بتسمعها ما تعرفهاش، تفهم يعني ايه تسلل كل الناس ما بتفهموش الحاجات دي يعني. ووصلتي للنتيجه؟ الحمد لله بجد؟ والله انا في ولاد بتدخل تقول لي انت بتقولي معلومات احنا ذات نفسنا مش عارفين. لا انا بتكلم على البنات. والله لا والله بيفهموا. يعني التارجت بتاعك كام في المية؟ انا من اللي بيجي لي لا الفيدباك اللي بيجي لي حلو جدا. وبالنسبه لي ان انا اوصل. انت حتى سنه اولى كوره. سنة أولى كورة. تارجت ان يكون البنات يفهموا كوره مثلا 70% 80% 50%، لغايه دلوقتي كام في المية بنات فهموا كوره؟ ما انا ما اقدر، انا مش بتكلم مصر كلها، انا اللي متابعيني 303,000 اللي هو ال 300 دول هم يعني اللي اقدر اتكلم فيهم. جميل. ايه اللي جاب الفكره في دماغك دي؟ انا من صغري بحب الكوره جدا جدا، ولما كنت بقعد مع اي حد كان يفضل يقول لي انا بستغرب جدا ان في بنت بتحب الكوره، وانا الجمله دي بستغربها جدا، لان احنا بنفهم في كل حاجه. لو بقينا يعني الست بقت رئيس الجمهوريه وبقت حاجات كتير جدا، بس ليه حاطين ان احنا ملناش في الكوره؟ بس انا بالنسبه لي الفكره كلها اولويات. يعني انا لو سالتك دلوقتي، لا والله ما كده، بس انا لو جيت قلت لك دلوقتي انا حاطه ايلاينر وماسكارا، انت هتعرف؟ عشان مش اولوياتك خالص. انا مش اولوياتك خالص. بس لو سالت ميك اب ارتست رجالي هيقول لي طبعا ماسكارا ايه، عشان اولويات، هو فاهم ده. فاحنا كده برضو، البنت اللي بتحب الكوره وعايز تفهم فيها هتفهم. فما تجمعوش بقى ان البنات ما بتفهمش في الكوره. انت اصلا دراستك ايه؟ انا تجاره علوم سياسيه. تجاره علوم سياسيه. طب ما يعني مالهاش علاقة الكورة. الكورة دي الحاجة الوحيدة اللي بتبسطني. ما بتشتغليش غير في الكورة؟ لا كمان على السوشيال ميديا. يعني انا السوشيال ميديا انفلونسر، بعمل حاجات كده دعايات لحاجات تانية. دعايات. تمام. يعني قولي لي مين من المدربين العالميين لفت نظرك فنيا؟ اكلمك بقى في الكورة شوية. نتكلم في الكورة. انا بالنسبة لي انا بعشق حاجة اسمها جوارديولا. جوارديولا ده بالنسبة لي يعني انت كده 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 خلاص، انا كده خلاص. خلاص ايه؟ خلاص بقينا حبايب والله. جوارديولا عبقري الكورة جدا جدا جدا. وبيعجبني فيه جدا انه مدرب خلوق، ان هو حتى يعني انا سبب حبي لجوارديولا مورينيو بسبب فترة الاستفزاز اللي كانت موجودة ما بين كان لسه مع احمد ابو مسلم، كنا بنتكلم انا مش مقتنع، بقول له خلاص مورينيو كان ظاهرة بالظبط ولا لا. يعني انا شايفه ان هو اللي عامله مع مانشستر بيقلل جدا يعني. قلل جدا منه جدا جدا يعني. انا حاسه ان هو كان فعلا ظاهر تشيلسي نفس الفشل يعني. ما شفناهوش مثلا عمل طفرات وهو بيروح لانديه كبيره جدا. يعني انديه اصلا امكانياتها كبيره وهي كبيره جدا، المفروض يحط بصمته. بالعكس بياخد الفريق وينزل بيه يعني. متابعه دجله مع اليونايتد تكيس نفس الشكل الجوارديولي، بس يعني على صغير على مصري شويه. طيب قولي لي انت محضره لنا ايه؟ احنا النهارده عايزين نتكلم عن القرعه بتاعت بكره ان شاء الله. تمام. نتكلم عن اول اربع فرق اللي هم في التصنيف الاول. دول الفرق اللي هم اكتر فرق مرشحه اكتر للبطوله. الكره الافريقيه بكره ان شاء الله بتتكلم عليها دينا. اللي هيبان فيها شكل المجموعات الافريقيه اللي يكون النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله صاحب هذه البطوله. يا رب يا رب. يعني دايما الاهلي دائما وابدا مرشح اول للبطوله. ان شاء الله المره دي بقى ناخدها يا رب. ثالثه ثابته، نقول ثالثه ثابته. خلاص بقى خلاص، انا مش هقول التسعه يا اهلي، خلاص انا حرمت. بس اللي بعد الثامنه واللي قبل العاشره. بالظبط كده. بالنسبه للتصنيف الاول احنا عندنا اهلي، ترجي، وداد، ومازيمبي. هقول بس احصائيه سريعه كده عن كل واحد فيهم، هو وصل قد ايه للنهائي واخد النهائي. خدي راحتك. اوكي. بالنسبه للاهلي وصل 12 مره، اخد 8 وخسر 2، خسر 4 وخسر 4. يعني الاهلي ما شاء الله مدبل ال ال ما شاء الله البطولات. مازيمبي 7 فاز 5 وخسر 2. يعني مازيمبي برده لما بيوصل النهائي بيكون نصيب ما شاء الله حافظه. بالنسبة للترجي، الترجي وصل 7 مرات، 3 خسر و4 فاز. اوكي. 3 فاز و4 خسر. 4 خسر.
وكمان وداد فاز مرتين. فاحنا بالنسبه لنا يعني الاهلي بالنسبه لي مازيمبي من الفرق اللي يعني الرخمه شويه في الكوره جدا 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 في الكوره. بتنافس النادي الاهلي دايما حتى على جد، هي اصلا بتبقى دايما مرشحه، بس هي فريق غير مضمون يعني. هو ممكن يبقى احسن فريق في البطوله ويطلع من ماتش عادي جدا، ده غير مضمون. بالنسبه بقى للتصنيفات الموجوده، احنا عندنا تصنيف اول اهلي ترجي مازيمبي وداد، التصنيف الثاني فيتا كلوب حوريه كوناكري الافريقي التونسي وسان داونز. المستوى المفتوح بقى شباب قسنطينة، شبيبه الثوره، سيمفا التنزاني، اسك موموزا، اورلاندو، ولوبي ستارز، بلاتينيوم، والاسماعيلي. نحكي بقى واحد واحد كده. لو قلت لك التصنيف معمول مفتوح عندك فكره ليه؟ هو عشان المره دي خلوه 16 فرقه ومخلوش ان 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 يبقى في مستوى ثالث ومستوى رابع. انا تمام. بالنسبه لي اصلا عايز اقول لك حاجه، ان المستوى المفتوح ده بالنسبه لي انا اهم لي من المستوى من التصنيف الثاني تماما. تمام. يعني الفرقتين اللي هناخدهم من المستوى المفتوح اهم بالنسبه لي ان هم يكونوا ضعاف اكتر من التصنيف الثاني. التصنيف الثاني كده كده اول وثاني بيساعدوا من المجموعه. اما المستوى المفتوح لو انت كمان معاك، هم دول اللي هتجمع منهم النقط. لو معاك كمان فرقتين يعني مثلا لو معاك اورلاندو تبقى انت شكلت لك مشكله في الفتره دي. معاك اسماعيلي، احنا مش عايزين دلوقتي الاهلي بالذات في الفتره اللي هو بيمر بيها مش عايزين مجموعه تقرفنا. لا خلاص احنا خلي بالك احنا هنقرف اي حد. ان شاء الله مع التدعيمات، والنهارده رمضان صبحي ويعني انا صراحه خبر بالنسبه لي سعيد جدا جدا يعني. وان شاء الله لو كملت كمان حسين الشحات تبقى الدنيا تمام. دينا دينا اللي بتقول يعني، دينا اللي بتقول، احنا ما بنقولش حاجات السوشيال ميديا بتقول. طيب بس رمضان صبحي يعني الاحلى الاحلى للنجوم، النجوم الكبيره دي بالرغم من العروض الماليه الكبيره جدا والضغط المالي ان هم جايين الاهلي، بيحبوا الاهلي، فضلوا الاهلي. كان معاه محمد يعني عندنا مين دلوقتي احسن لعيب في الاهلي؟ وليد سليمان. من ايه؟ من حبه اصلا للاهلي. فانت لما تجيب لعيب شريك بالظبط هو ده، هو احنا محتاجين الفتره اللي جايه دي بالذات ان الاهلي هيبتدي من اول يناير لاول شهر 6 اربع بطولات قدامنا ضغط، احنا محتاجين لعيب فعلا جاي يموت نفسه كله هيبقى جاهز عشان ان شاء الله. ان شاء الله كله هيبقى جاهز. طيب اتفضلي. نتكلم الاول عن الاهلي. الاهلي الفتره دي طبعا شويه يعني مش في احسن حالاته. بس يعني بقول لك ان شاء الله مع التدعيمات اللي هتحصل ان شاء الله ان شاء الله يعني ونخلص من اوحش حاجه موجوده فيها الاهلي. يعني قافه الاهلي الفتره الاخيره دي هي تضييع الفرص والاصابات. تضييع الاصابات طبعا. كل ماتش لازم نسمع لنا حل. بصي هو احنا في الكوره انت تضيعي فرص هو حاجه صحيه، مش حاجه صحيه مستمره. كل ما بتضيعي كل ما هتجيبي. بس ما توصلش ان انا اوصل ان انا كمان اخسر من فريق يعني الفريق اللي احنا خلصنا منه الاثيوبي ده اول مره في تاريخ جيما ابو جيفان. فاحنا لا احنا بنضيع فرص يعني، احنا بنشتغل. احنا خسرنا كماتش لكن كسبنا كتوتال. اكيد اما طبعا اهم ناس خسرت بقى وطلعت. مش عايزين نتكلم بقى ونفتح بقى ايدينا بقى عبد الصمد وكان الناس تزعل مننا. اتفضلي. بالنسبه للترجي، الترجي طبعا ما لعبش بس الترجي محافظ على قوامه الاساسي حتى الان. وترجي هيبقى فيه تدعيمات ان شاء الله في الميركاتو، فتحس ان الترجي برضو هيبقى فرقه يعني منافسه قويه موجوده في الـ في الـ الترجي برضو بعد خروجه من كاس العالم الانديه الخروج لا مش خروج برضو ارجع واقول لك هو لا مش هتاثر فيه خروجه ووصل كاس عالم. هو اخد يعني برضو مش هتاثر فيه بالعكس يعني ده هو بالنسبه له اخد خامس كاس عالم واخد البطوله. انا ضد المقوله دي بصراحه بتاعت ان انا يعني زي مثلا منتخب مصر المهم ان احنا وصلنا كاس عالم. انا ضد كده تماما. بس انت بتتكلم برضو في بطوله كاس عالم. اكيد اكيد حاجه جميله جدا، حاجه مشرفه. لكن انت لو طلعت لو يبقى خروج برضو كويس. ولو ما حصلش مش هموت نفسي. ما لو حصلش برضو انت قدامك، ما انت بتلعب على نفسيه. لو افضل اقول خلاص خسرت احنا مش هنخلص من البنات دي انا عارف. يلا ماشي. بالنسبه لمازيمبي يعني زي ما اتكلمنا مازيمبي اصلا يعني فريق رخم بلغه الكوره، فريق رخم ملوش ملامح ملوش معايير بالظبط كده. ودايما مرشح يعني بقول لك من 7 مرات فاز 5 يعني دايما اصلا مرشح. فهو بالنسبه لنا انا بتهيالي يعني انا مازيمبي ده من الفرق الواحد شايل همها جدا 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 جدا. بالنسبه للوداد، الوداد مش في احسن حالاته. الوداد اصلا صاعد بالعافيه مش في احسن حالاته. بس عنده شويه حاجات طالعه حلوه يعني. يعني زي يعني مثلا دلوقتي الوداد بيفوض احمد علي
ولو فوضوا وتمت يبقى لا هيبقى عنده حاجات هجوميه مع هو المقاولين نفى الموضوع ان هو طلعي. في مفاوضات وحتى كمان المقاول عندي لا ان في مفاوضات هو السوشيال ميديا اكيد معلوماته وانت عارفه المعلومات لكن انا باكد لك الحقائق اداره الودائد نفت واداره المقاولين نفى طب تمام عموما كمان رجوع فوزي البنزرتي هياثر جدا معاهم لان هو لما سابهم هم اتاثروا فهياثر المره دي معاهم يمكن ده الكويس اللي عندهم لكن لسه استل لغايه دلوقتي الدفاع عندهم مش قوي وكمان حارس المرمى ما تيجي اخدك شويه للاهلي انت وضحت لنا كل النقاط المتعلقه بقرعه بكره عايز اتكلم معاكي على الاهلي انت كاهلاويه طبعا. انت كاهلاويه والحاله اللي عاملاها على السوشيال ميديا كاهلاويه يعني طبعا. الناس عرفتك كاهلاويه طبعا فقولي لي علاقتك بالاهلي بص انا الاهلي بالنسبه لي هو اللي حببني في الكوره يعني انا عشق للكوره سبب الاساسي شفتي بقى الكلام طلع ازاي من القلب هو ده يعني انا جاي لك في صحبه يعني عشق الاساسي للكوره سببه الاهلي بالنسبه لي متعه انا لو هتيجي مثلا الناس بتتعصب برشلونه وريال الدنيا كلها بتفتكر الناس انت حبك للاهلي عشان الاهلي نادي بياخد بطولات لا خالص انت تعرف انا اول مره اشجع الاهلي واحبه جدا جدا تخيل من امتى كنت صغنطوطه جدا يعني فاكر الماتش بتاع الاهلي والزمالك لما الزمالك انسحب تمام مش عايز اتكلم الاهلي والزمالك اصلا كلامي يعني بيوجع كتير لا يعني الماتش ده لا الماتش كان 10 دقايق تقريبا حاجه زي كده بس الماتش ده اثر فيا جدا انا فاكره وانا صغيره اصلا كنت بفضل اتابع الماتشات واكتب بوسترات اللعيبه في كل حته عندي انا الاهلي بالنسبه لي هو اللي حببني في الكوره ومن ساعتها وانا الكوره بالنسبه لي يعني مش شيء عادي اكبر حاجه عملتيها اكبر بوست عملتيه مثلا على الفيسبوك جمع لك ناس كتير قوي كان ايه تفتكري او صوره حطيتيها او تعليق كتبتيه اكتر صوره لما كنا اكتر صوره كنت لسه منزلاها كنا فايزين في بطوله افريقيا السنه اللي كان ايه كنت في الماتش انا كنت في الاستاد وفزنا وصعدنا كان احنا فزنا كتير قوي ما شاء الله دي لا 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 الماتش انا بفتكر لك انا نزلتها دي تقريبا كنت مصوراها من في الماتش نفسه برج العرب لا برج السلام السلام ودي كان عليها يعني انا اصلا قبل كل ماتش انا عندي صور للاهلي انت بتسافري مع لو في فرص لو في فرص انا حتى روسيا سافرت انا يعني انا بالنسبه لي مع منتخب مصر انا بالنسبه لي متعه يعني دايما في ناس كده تقول لك مثلا متعه السفر انا مش السفر للسفر بس انا وانا رايحه الاستاد او انا وانا بتفرج على الماتش دي بالنسبه لي دي متعه اجمل موقف في روسيا حصل لك او اغرب موقف لان احنا كده سرقنا الوقت يعني اغرب موقف حصل لك بص انا احلى حاجه حصلت في روسيا ان انا عرفت يعني ايه محمد صلاح الحاله اللي عاملها محمد صلاح يعني في ناس بجد ملك متوج محمد صلاح انا اصلا اول حاجه شفتها هناك كانت حاطينه عشان عيد ميلاده حاطين له بتاع يعني بوستر كبير كده في الشوارع مفيش بني ادم ما كانش يعرف محمد صلاح يعني دايما كانوا يتخانقوا بين كريستيانو وبين ميسي يعني دلوقتي محمد صلاح داخل طرف لا محمد صلاح محدش بيقول عليه اعتراض يعني اللي بيحب كريستيانو ما بيحبش ميسي والعكس اما هناك محمد كله صلاح كله بيحب محمد صلاح احنا كان كل الناس بتغني لنا مو صلاح الصوره مشرفه لمصر جدا 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 الصراحه يعني انت اللي جيت متاخر مش انا اللي جيت متاخر انت اللي جيت متاخر انت اللي جيت متاخر يعني. فخلاص ان شاء الله تجينا حلقه ان شاء الله كده بالظبط بقى نتكلم بشكل أكبر. اكبر كمان ونورتيني وشرفتيني وحاجه جميله جدا وبتمنى لك التوفيق في تجربتك مع ان انا سيسايد شويه بس ماشي نمشيها بقى يعني شويه ندخل ننافسكم بتمنى لك التوفيق تسلم لي جدا ربنا يخليك تعمل اللي انت عاوزاه في حياتك السيشواليه اوكي نورت شرفت بيك انا نورت دي كانت نهايه حلقتنا معاكم في الاهلي الليله كان قرارات مميزه لمجلس اداره النادي الاهلي تكريم ايضا لفريق الباسكتبول بالنادي الاهلي ان شاء الله دايما في تميز ودايما في بطولات زي ما النادي الاهلي معودنا ودايما عند حسن ظن كل الجماهير الاهلاويه اللي بقول لكم ما تقلقوش كل الصفقات بكرر عليكم تاني اللي انتوا عايزينها في الطريق ان شاء الله دايما بتشرفوني وبتنوروني ومع الف سلامه